العبادات الحضور فيها مع المعبود، والحضور رأس في الأدب، فرجعت أرواح العبادات والطاعات والأعمال الصالحات إلى الأدب. ويصير اعتبارها بحسب ذلك الأدب. ولما كان الأدب يدور عليه الشان وهو المعتبر في الحقيقة لدى الرحمن، قال حبيب الله سيد الأكوان: أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تاديبي. وقد كان الكثير من المسلمين يرحلون من مكان لمكان قاصدين الأدب، ويجالسون أهل العلم بقصد الأدب ليتأدبوا بآدابهم، وربما نقص وقصر في زمانك وجود هذا الأمر. سمعت أن أحد يرحل ويجلس أحد من أجل الأدب، من أجل أن يتأدب، من أجل أن يتزكى، من أجل أن يتطهر، من أجل أن يتنور باطنه. وقال سيدنا الإمام الحداد: إنا نربي بعض مريدين على الخلق الواحد سنوات حتى يرسخ فيه، سنوات حتى يرسخ الخلق، الخلق الواحد والثاني والثالث وهكذا. هذا المعنى العظيم الذي غاب عن أذهان الكثير، أبعد الناس عنه الغافلون، وأبعد الغافلين الكافرون. ولذلك تواصلت الإملاءات في الاستهانة بالأدب والإنكار للأدب واستخفاف بشأن الأدب واعتبار الأدب ضعف أو عجز أو جبن أو تقييد للحرية ولذاته ما إلى ذلك من جملة ذلك، وذلك كله لعدم التناسب بينهم وبين هذا السر وبينهم وبين هذا الروح. وإلا فالأمر قائم على الأدب. الله أكبر. ولولا هذه الحقيقة لما كان الحق يقص علينا قصة إبليس وطرده لقلة أدبه، ولما كانت النهاية هذه سجدوا لآدم سجدوا لإبليس، أبى واستكبر وكان مكافرين، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وبعد ذلك عندما يسأله ولا أسجد لمن خلقت طينا، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من سلطان من حميم مسنون، أنا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين، لا غير ذلك. فقد الأدب فغضب عليه الرب وحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين. فانظر ماذا يصنع قل الأدب. فالنص في القرآن أن الأعمال الصالحة تحبط بقل الأدب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق، ولا تجهروا له بقول جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني احذروا إذا فعلتم ذلك تحبط أعمالكم، يعني أنواع الطاعات والعبادات ما عاد تفيدكم إذا أقللتم الأدب على نبي، إذا رفعتم صوتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إن اعتبرته كما واحد منكم عادي من الناس حبطت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العمل هذا اللي أنت مفتخر به يروح كله، أعوذ بالله من غضب الله. لهذا كان القليل من العبادة في أدب أحظى وأرفع للإنسان من كثير العبادة من دون أدب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في
في من فقدوا أدبا باطنا، أدبا باطنا، وأخذوا صور من صور الآداب، فأكثروا الطاعات والعبادات، حتى قال النبي: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، مقراته عند قراته. لكن ماذا فعل بهم سوء الأدب الباطن؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هيشوف مصيبة، مع أن الظواهر الأعمال قائمة عندهم، صلاة وقرأوا، حتى في بعض روايات الحديث يجودونه، يجودون صورة، لكن فقدوا أدبا باطنا.